رجع المدينة؟ السمور الفضل. عارفة؟ عرفت منين؟ شغلتي اني اعرف كل حاجة، وعشان كده متخيلة انها هنا عشان تمنع هامر هيد من سرقة شحناتها، وده شيء كويس ممكن تعمله فريق سوا. ايوة، ده تقريبا ملوش علاقة بالموضوع. اسمع، انا هكمل تدوير في موضوع سمكاريا ده. دي الكلام ده ملوش لازمة. سكرو بول، عرفتي ازاي؟ على شارع ايد سوبرمان بسرعة قبل ما موت انا وجمهوري من الملل. هي عايزة ايه المرة دي؟ احسن لروح قبل ما تأذي حد. سبايدر مان هاشم، يمكن تفتكروا حاجة زي دي هتفرحني، وإلى حد ما أنتوا عندكوا حق، بس النهاردة أنا مرهق من العنف اللي ملوش معنى اللي لسه بيأثر عليه. بطل الخارق المفضل المتسمي على اسم حشرة، مستعد للموسم الثالث. مش بالظبط. مش عايزك تكشر كده، احنا بنسعد ملايين المعجبين. الحقيقة انا عندي خطط كبيرة للموسم ده، لو وصلنا لخمسين مليون متابع انا هعمل حفلة كبيرة للمعجبين. حفلة كبيرة، ها؟ شكلها فرصة ممتازة عشان انهي الموضوع ده بشكل نهائي. أحسن لي أجريها لوقت الحفلة. ام جي، اسف المكالمه فصلت من شويه، كان لازم اتصرف مع سكرو بول تاني. من الواضح ان في ستات كتير في حياتك وكلهم مشوقين جدا، بس انت طبعا مختلفه. شايف اني مش مشوقه؟ لا، الا لو انت عايزاني احس انك مشوقه، وساعتها انت يبقى انت بتتحديني في كل حاجه. كويس قوي، شكرا. طيب انا هفضل ادور ورا خطط هامر هيد، وهكلمك لما الاقي حاجه مشوقه. وفي الأثناء دي هتمرجح وأعمل شوية حاجات على الكابوتيه. لكل الوحدات، بلاغ عن سواق عربية في أزمة في القطاع المالي. شكلهم من رجالة هامرهيد، أحسن لأشوف الموضوع. افتح وإلا هنفتح احنا. سيبني في حالي، انا لازم اوصل للسواق ده قبلهم. سهلوا الموضوع على نفسكم ودخلوا. بطلوا كده، انتوا عايزين اجهزه كويسه ورخيصه؟ لازم تستنوا الاوكازيون زي بقيه الناس. رجاله تانية جايين، حد يطلب دعم. مش عارف انت هتعمل ايه.
المقرف. هامر هيد مشغل ناس كتيرة قوي عنده. دول قدام الباب تاني. الناس ده انا كده عملت تمرينات النهارده. حطوا حدود. شكرا يا سبايدر مان، فلتنا بالعافيه. ام جي ازيك؟ رجاله هامر هيد بيهجموا على اوسكورب جنب سي فورد. فهمت، هروح هناك دلوقتي. السؤال لي، احنا عارفين ان هامر هيد سرق معظم اسلحه السمور وشويه من معدات سجن الشرطه، وهو بيسرق تقنيات السمور اللي رايحه سمكاريا. هو بيحط الحاجات دي فين؟ معرفش، بس لو قدرنا نعرف فين نقدر نقطع الامدادات. هحاول اعرف نشاطات رجالته على خريطه المدينه واشوف لو ما قدرتش احدد موقع. ستة حلوه. انا كنت بقرا عن الوضع في سمكاريا، في حاكم ديكتاتور بيهاجم الشعب بتاعه. من الواضح ان السمور الفضي كانت بتشتغل لوحدها في تسليح المتمردين والمقاومه، بس بتخسر. كان ممكن تستخدم الحاجات اللي هامر هيد بيسرقها منها، وده بيوضح هي ليه متضايقه ومحبطه. ممكن، بس انا اعتقد انها على طول متضايقه، ده العادي بتاعها. هبعرفك لقيت ايه في شركه الشحن. ده هنا، اتحركوا. ما تمشوش، انا لسه واصل هنا. الواضح انكم مستعجلين يا رجاله. هو غالبا ملوش علاقه بكل البضائع المسروقه اللي ورا دي، مش كده؟ انا متاكد ان ده سوء تفاهم كبير. الشرطه هتيجي قريب عشان تساعدكم ترجعوا اللي سرقتوه من غير قصد. خليكوا هنا لحد ما اروح اساعد صحابكم. لازم الحق العربيه التانيه. شوش، انا لسه واصل هنا. من الواضح انكم مستعجلين يا رجاله. هو غالبا ملوش علاقة بكل البضائع المسروقة اللي ورا دي، مش كده؟ أنا متأكد إن ده سوء تفاهم كبير. الشرطة هتيجي قريب عشان تساعدكم ترجعوا اللي سرقتوه من غير قصد. خليكوا هنا لحد ما أروح أساعد صحابكم. لازم ألحق العربية التانية. طيب انت كسبت المره دي، وجايزتك هي تذكره ذهاب لرايكر. تمام، فاضل اثنين بس. ما تمشوش، انا لسه واصل هنا.
من الواضح انكم مستعجلين يا رجاله. هو غالبا ملوش علاقه بكل البضائع المسروقه اللي ورا دي، مش كده؟ انا متاكد ان ده سوء تفاهم كبير. الشرطه هتيجي قريب عشان تساعدكم ترجعوا اللي سرقتوه من غير قصد. خليكوا هنا لحد ما اروح اساعد صحابكم. لازم الحق العربيه الثانيه. ما تمشوش، انا لسه واصل هنا. انكم مستعجلين يا رجاله. هو غالبا ملوش علاقه بكل البضائع المسروقه اللي ورا دي، مش كده؟ انا متاكد ان ده سوء تفاهم كبير. الشرطه هتيجي قريب عشان تساعدكم ترجعوا اللي سرقتوه من غير قصد. خليكوا هنا لحد ما اروح اساعد صحابكم. لازم الحق العربيه الثانيه.
انت شفتني. طيب انت كسبت المره دي، وجايزتك هي تذكره ذهاب لرايكر. تمام، فاضل اتنين بس. شكلها هتموت حد. هو ايه البتاع ده؟ طيارة نفاثة؟ مش مهم، خرجنا من هنا. لا لا لا، مش الجنينة بتضرب علينا. ايوه مفيش هدار، سوق بسرعة. اعذرونا يا جماعة، احنا مش هنضايقكم تاني. لو كنتوا وقفتوا بدري شوية ما كانش زماننا قاعدين بنتكلم دلوقتي. طيب انت كده بتكبري الامور، خلينا نتصرف مع بقيه الرجاله. لا ما ينفعش يهربوا من المعدات دي. تحفه، في منهم تاني؟ تحفه، في منهم تاني؟ اوه، هما بيضربوا ايه؟ لازم تدوروا على شغلانه تانية يا رجاله. يمكن يكون عندكم توازن بين الشغل والحياه الخاصه، ما ارجع. تمام، بطلوا بقى سرقة ماشي؟ أرجوكم. دي بتدمر القطاع المالي كله، مش قادر استنى لحد ما اسمع جيمسون بعد كده. خدش اجازه.
متابعين. هامر هيد عنده متتبعين دلوقتي؟ شكله بيحاول يطور الشغل بتاعه. المتتبعين دول رايحين ورا الطمور، لازم اساعدها مش كده؟ ايوه. متتبعين دلوقتي؟ شكله بيحاول يطور الشغل بتاعه. المتتبعين دول رايحين ورا الطمور، لازم اساعدها مش كده؟ ايوه. ادي واحد. اسف يا متتبعين، لازم تمشي. لو قدرت انزل على الجناح ده هقدر استخدم قواذف الشباك. لك الموضوع، أنا دلوقتي بحاول أساعدك. ابعد عني. ده أكيد، بمجرد ما أقضي على المتتبعين دول. Thank you.
مأمور، كله أمان دلوقتي. هفترض إن السكوت معناه شكراً في لغة كمتاريا. تمام، ودلوقتي دور آخر شاحنة. فين هامر هيد؟ لو اتكلمت هيقتلني، يبقى اعمل اللي المفروض تعمليه. بصي، احنا الاتنين عايزين نفس الحاجة، لو اشتغلنا مع بعض هنقدر نلاقيه، صدقيني. صح، هنشتغل سوا زي الشركة. أيوة، شركة. طيب هتتصلي بيا؟ أنا متأكد بشكل كبير قوي إنها مش إنسان آلي.